وللوقوف على البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن ذكرى الثورة السورية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في الهيئة معاذ البدري. أهلا ومرحبا بك أستاذ معاذ. حياكم الله، مرحبا بكم. بعد مضي 12 سنة على انطلاق الثورة السورية والانتكاسات التي شهدتها والخذلان الذي واجهته، هل تعتقد أن الثورة ما زالت مستمرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكيد مما لا شك فيه أن الثورة السورية المباركة ما تزال قائمة وما تزال موجودة على الأرض، سواء في أدبياتها أو فيما يتعلق بأهدافها ومقاصدها، بصرف النظر عما هو حاصل في الأداء الميداني ومدى حجمه أو كثافته. نعم. وإذا نظرنا مثلا إلى حجم الخذلان الذي تعرضت له هذه الثورة وإلى كم المؤامرات على كافة المستويات التي وجهت سهامها نحوها، ومع ذلك بقيت أفكارها وآثارها ظاهرة، أقول لعل في ذلك دليلا على أن هذه الثورة ماضية في مسار الحق، وإن أهل الحق سواء كانوا أشخاصا أو أفكارا إنما هم أحياء قائمون ومستمرون بعقيدتهم وإيمانهم. ثم ثمة قضية أساسية في هذا، في موضوع الصراع والتدافع في ضوء سنن الله تعالى في خلقه، أن من كان ملازما لهذا الطريق أي طريق الحق فإن الباطل لا يقوى على محوه أو إنهائه، حتى وإن ظهر في بعض الأوقات أن معسكر الباطل متسيد في المشهد أو له السطوة والحظوة. لذلك نقول مثلا نستشهد بما يقوله أهلنا من أحرار سوريا وثوارها الذين صنعوا التاريخ في هذه الأمة من خلال ثورتهم المباركة، دائما ما يقولون إن الثورة فكرة والفكرة لا تموت. هل هذه الأسباب هي الوحيدة التي جعلت من الهيئة أن تقول في بيانها دعم ونصرة الثورة السورية واجب على الأمة، أم أن هناك أسباب أخرى؟ في الحقيقة الثورة السورية منذ انطلاقتها أظهرت مسألتين أساسيتين، الأولى وجوب نصرة الحق في وجه الطغيان، والأخرى التحذير من الخذلان حينما تكون فئة من أمة المسلمين تكافح من أجل حريتها وحقوقها. الأصل في عقيدة الأمة الإسلامية أنها لا تضع اعتبارا للمكان الجغرافي، فكل بقعة في هذه الأرض تظهر فيها قضية كفاح يكون دعمها ومساندتها واجب الجميع. لذلك فالأصل أن الثورة السورية بحد ذاتها فرضت على الأمة واجب الدعم والمساندة والنصرة، وحينما فعلت ذلك أجلت الأمة ما يجب عليها تجاه المسلمين في بلاد الشام وفي غيرها من القضايا ذات العلل المتشابهة. إذن فمن باب أولى أن تكون هذه الواجبات آكد وأفرض على الأمة من أي وقت مضى في حال حصول المشكلات أو الانتكاسات أو حينما تقع عقبات تحول بين قضايا الأمة الكبرى وبين تحقيق أهدافها وبلوغ غايتها. أستاذ معاذ، ما هو تفسيركم لهرولة بعض الأنظمة العربية من أجل التطبيع مع النظام السوري رغم جرائمه المستمرة ضد شعبه؟ هذا مما يؤسف له، فهي صورة من صور الطغيان الغربي ومسالك قواه التي تسمى القوى الكبرى التي تتحكم بكل صغيرة وكبيرة سواء في المنطقة أو في الأقليم أو في بلداننا تحت مبررات هي في الحقيقة لا تقوم على شيء معتبر، وإنما تنهض على مصالح هذه القوى ومكاسبها على مدياتها المختلفة البعيدة منها والقريبة. كل ذلك تفعله هذه القوى الغربية تحت مسمى التوازنات التي هي في حقيقتها لا تحقق عدلا للشعوب ولا تستجلب نفعا للأمة بقدر ما تكون ذريعة للأنظمة في تقاسم المصالح. محاولة التطبيع مع النظام في دمشق اسمح لي أن أقول لها وجهان. الأول وجه معبر عن تبعية مفرطة للغرب وضعف في الأداء السياسي بحيث لا يقوى نظام من الأنظمة الرسمية على أن يغادر مسار هذه القوى والإرادات الغربية المتحكمة في كل شيء. والوجه الآخر هو الذي ينجم عن مجانبة الصواب في الرؤية والنظر وتوهم المكاسب غير الموجودة في الحقيقة حينما يتم تغليب المصالح الخاصة والفئوية على مصلحة الأمة، وهذا ما تقع فيه بعض الحركات والمؤسسات والأشخاص مع الأسف الشديد. هل تعتقد أن هذا التطبيع سيغسل يد النظام من أبنائي من دم أبناء سوريا ويعيد أن يعني تديره من مرة أخرى حتى يقبله المجتمع الدولي؟ بلا شك لا، هذا يعني هذا الأمر لا يحصل ولا يتحقق، لأن جرائم النظام بحق أهلنا في سوريا فاقت في بشاعتها كل التصورات، ثم إنها لا تسقط بالتقادم.
لذلك فإن المهرولين نحو التطبيع معه إنما هم يسارعون لمشاركته في تحمل مسؤولية هذه الجرائم، سواء على مستوى التاريخ في الحياة الدنيا أو على مستوى الجزاء والعقاب في الآخرة، والله المستعان. مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.